فخلينا نفهم اكتر وخلينا نروح او نتطرق لبعض التفاصيل اكتر مع الناقد الرياضي احمد صبري ومعنا دلوقتي من ايطاليا مباشره. يا استاذ احمد صباح الخير عليك في البدايه. صباح الخير عليك يا نوان وصباح الخير عليك يا كريم وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. ويعني دوري ابطال اوروبا هذا الموسم يعني حضرتك تتفق معانا غريب شويه، بيشهد امور غير متوقعه، اسماء لانديه كبيره مش محققه المرجو منها او الجمهور بتاعها بيتوقعه، فخليني اخد تعليق في البدايه من حضرتك على النقطه دي. والله هي الفرق كلها تقريبا الكبيره، يعني يمكن انديه انجلترا هي وضع استثنائي شويه، غير كده تقريبا كل الانديه الكبيره عندها ازمه اقتصاديه واضحه جدا. الازمه دي بدات من قبل كورونا، ولكن طبعا كورونا سرعت الامور جدا وزودت الازمه، وبالتالي كل الانديه الكبيره بتعاني. مش هتلاقي نادي من الانديه الكبيره بعيدا عن انديه انجلترا لان هم وضعهم المادي مستقر نسبيا مقارنه بالباقي، هتلاقي كل الانديه عندها مشاكل جدا، وكل الانديه بتحاول انها تعدي الفتره الحرجه دي باقل خسائر اقتصاديه ممكنه. النتائج الرياضيه طبعا مهمه، وطبعا الانديه الكبيره دايما بتفكر بالفوز بالبطولات، ولكن احنا دلوقتي في انديه كتير جدا خايفه من شبح الافلاس. وبالتالي الأولوية دايما عندهم الفترة دي هي تقليل المصروفات ومحاولة زيادة الإيرادات علشان يعدوا الأزمة دي، وبعد كده يقدروا يبنوا الفرق ويعودوا للمكان اللي الناس متعودة انها تشوفهم فيه. لو شفت ريال مدريد، شفت برشلونة، شفت يوفنتوس، شفت انتر، أندية كتيرة جدا هتلاقيها سياسة التعاقدات بتاعتها السنتين الأخرانيتين مختلفين عن ما احنا تعودنا ان احنا نشوف، بيفرطوا في نجومهم، تعاقداتهم محدودة، ما بيتعاقدوش مع أسماء لمعة ولا أسماء كبيرة، وبالتالي الأزمة الاقتصادية فرضت نفسها على أداء ونتائج الفرق الكبيرة في أوروبا من السنة اللي فاتت وطبعا السنة دي. صحيح. أنا هروح مع حضرتك بقى نروح برضو لماتشات امبارح سريعا. أنا بنتكلم عن أتلتيكو وفوزه على ميلان، وناس كانت متوقعة تحديدا هذا الفوز لأن إبراهيموفيتش كمان وهو العنصر الأساسي في ميلان لم يشارك، فحضرتك كنت متوقع برضو ده؟ طبعا، يعني كان يعني النتيجة مش غريبة قبل بداية المباراة، يمكن سيناريو المباراة هو اللي خلاها مش نتيجة متوقعة أو مفاجأة شوية، لأن ميلان بالذات الشوط الأولاني وبالذات خلال ال 30 دقيقة الأولى هو بيلعب كامل، قدم أداء مميز جدا، ولكن في فرق كبير جدا في الشخصية. ميلان بعيد جدا عن بطولات أوروبا بقاله كتير، يعني احنا لو فاكرين اخر مره ميلان شارك في دوري ابطال اوروبا كان موسم 2013 2014 وخرج بالمناسبه على فكره من البطوله على ايد اتلتيكو مدريد وقتها. بعكس اتلتيكو مدريد خلال السنين اللي فاتت لا، فريق عنده شخصيه، فريق متواجد دايما، فريق بيكسب الدوري الاوروبي، بيوصل لنهائي تشامبيونز ليج، بطل الدوري الاسباني. عمليه الشخصيه بتختلف، انت علشان ترجع، عشان ميلان يرجع زي قبل كده بعيدا عن الامور الفنيه وشراء اللعيبه والامور دي، انت كمان بتحتاج على صعيد الشخصيه. الفوز والمواجهات الكبيره بالشكل ده على مدار السنين هي اللي بتعمل شخصيه عند اللعيبه. امبارح الاستاد تقريبا كان فيه حوالي 40,000، انا كنت متواجد امبارح في الاستاد. ده ضغط على اللعيبه، اللعيبه ما اتعودتش على لعب بطوله اوروبا، فجاه بيلعبوا قدام بطل الدوري الاسباني. ادوا في الجوله الاولى اداء مميز قدام ليفربول، ولكن في النهايه خسروا برضه. امبارح نفس القصه، اداء بطولي، اداء شجاع، ولكن في النهايه خلص الجولتين الاولتين معاهوش ولا نقطه. فالموضوع بيحتاج شويه وقت، لكن اي سي ميلان امبارح قدم اداء مميز جدا، نظرا للفروق كبيره جدا ما بين الفرقتين، ونظرا للابتعاد سنين طويله. قرار الطرد طبعا فرق جدا لما تلعب ناقص حوالي 60 دقيقة تقريبا، ده رقم كبير جدا خصوصا ان انت بتفتقد الخبرة. يعني الشوط الثاني واضح جدا تأثر لياقة اي سي ميلان بالنقص العددي، وكمان كان في ضغط عصبي على اللعيبة، فكرة ان هم كسبانين ولازم يحافظوا على الفوز، ده كان موترهم جدا قدام الجمهور. كمان النهارده في ايطاليا ومن امبارح كمان من بعد المباراة في انتقادات كبيرة جدا للحكم التركي شاكير، ومتهمينه ان هو احد اسباب خسارة الميلان. يعني المدرب ستيفانو بيولي بعد المباراة قال تصريح قوي جدا، وهو ان اتلتيكو مدريد كان بيلعب زياده لاعب، وهو يقصد الحكم، يعني بعيدا عن الطرد كمان. جميل. طيب فيما يتعلق بقى بنجمنا المصري العالمي محمد صلاح، كيف يرى الغرب اداؤه الاستثنائي وتالقه وخصوصا في الفتره الاخيره، ولا سيما الهدفين اللي حققهم امبارح او اللي احرزهم امبارح؟ ايه اللي اتكتب عنه النهارده؟ ايه اللي الناس ابتدت تتكلم عنه في اوروبا؟
والله محمد صلاح خلاص يعني احنا ما حدش بره بقى بيشوف انه هو بيقدم اداء استثنائي، بقى بيشوف انه ده العادي بتاع محمد صلاح. الطبيعي ان محمد صلاح لما يلعب مباراه الطبيعي انه يسجل، مش الطبيعي انه ما يسجلش. الطبيعي لما يلعب ان هو يقدم اداء مميز ويكون نجم فريقه او مفتاح الفوز. الناس بره بقى بتشوف محمد صلاح خلاص في منطقه تانية خالص، ما بقاش لسه تحت التقييم او يلعب ماتش حلو او ماتش وحش، خلاص هما بقوا مستنيين منه زي ما مستنيين من النجوم الكبار. في 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 مجموعه من اللعيبه كده في العالم انت الطبيعي بتاعهم بتبقى مستني منهم ان هم يعملوا الفرق وان هم يأدوا اداء كويس ويسجلوا اهداف. الاستثناء بيبقى هو ان هو يكون دي اوف او مش في يومه او ما يسجلش، هو ده الاستثناء بالنسبه له. محمد صلاح بقى في المنطقه دي خلاص، محمد صلاح ما شاء الله يعني عمال يكسر الارقام القياسيه كلها دلوقتي. محمد صلاح بقى تاني اكتر لعيب افريقي سجل اهداف في دوري ابطال اوروبا، تخطى سامويل ايتو، فاضل له 13 جون وعلى معادله رقم ديدييه دروجبا اكتر هداف افريقي في الشامبيونز ليج. فما شاء الله يعني محمد صلاح من كتر تحطيم الارقام القياسيه كمان بقى الكلام عنه عادي، يعني بقى الامور ان هو يتصدر الصحف او ان يبقى في اخبار عنه عن تحطيم رقم قياسي او عن اداء مميز لمحمد صلاح، بقى ده المعتاد جدا في وسائل الاعلام الاجنبيه. جميل. طيب استاذ احمد انا يعني عايزه برضو اتطرق مع حضرتك لكذا نقطه، وخليني اتكلم تحديدا عن الماتش النهارده يعني الساعه 9 مساء هيكون ما بين مانشستر يونايتد وفيليار. يعني الماتش برضو حضرتك بتشوف ابعاده هيبقى عامل ازاي، لان احنا بنتكلم ان الاثنين للاسف الشديد يعني في الجوله الاولى او الافتتاحيه ما احرزوش المتوقع منهم، فتوقعات حضرتك للماتش ازاي؟ وخليني برضو اروح لبعض التصريحات اللي كان اتكلم عنها يعني مدرب مانشستر يونايتد. هو على سبيل المثال تحدث ان الفريق او فريق الخصم لديهم بعض اللاعبين اللي هم على المستوى الفردي جيدين جدا، دي نقطه اولى. النقطه الثانيه تكلم ان هم من ناحيه الفنيه والتكتيكيه جيدين ايضا جدا، وتحدث اخيرا ان هم فريق منظم وصعب الضغط عليهم. فبرضو خليني اعرف من حضرتك ده، وهختم بالتصريح اللي هو ختم بيه هذا اللقاء امبارح وقال بس احنا عندنا كريستيانو رونالدو، هم لازم يبقوا عارفين ان هو لما بينزل على الاقل في هدف بيتم احرازه. اتفضل يا استاذ احمد. اعتقد ان الضغوط كلها على مانشستر يونايتد، هو اللي عليه الضغوط مش فيا ريال خالص. مانشستر يونايتد خسر اخر ثلاث مباريات ليه في كل البطولات. مانشستر يونايتد محطوط تحت ضغط المدرب سولشاير، عليه ضغط كبير جدا. خلاص الناس بدات تتكلم ان القايمه اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده في الفرقه اكبر من سولشاير، وبالتالي لازم يبقى في تغيير من الاداره ولازم يشوفوا مدرب تاني يقدر يتعامل مع الكتيبه دي من النجوم ويحقق بيهم نتائج افضل. وبالتالي الضغوط كلها على مانشستر يونايتد. وجود نجم زي كريستيانو رونالدو ده زي ما يكون ليه امور ايجابيه كتيره جدا، وان هو لاعب قادر على صنع الفارق دايما وبيحقق حاجات كتيره جدا للفرق اللي بيلعب ليها، ولكن دي نقطه ضغط كمان. لما بتبقى الفرقه مش في احسن احوالها وما بتحققش نتائج ايجابيه ده بيزيد الضغط، لان بالبلدي كده انت معاك كريستيانو رونالدو انت مستني ايه عشان تكسب؟ ده بيزود الضغوط على المدرب، بيزود الضغوط على الفرقه. اعتقد ان مانشستر يونايتد ما قدموش حل غير المكسب للخروج من الازمه اللي هو عايش فيها خلال الفتره الاخيره مع تدهور النتائج والخسائر المتتاليه في كل البطولات. اعتقد ان هم هيحاولوا يلعبوا على الفوز بكل الطرق، مش بس علشان يحافظوا على فرصهم في التاهل ومواصله المشوار الاوروبي، ولكن كمان عشان هم لازم يخرجوا من الازمه دي ومن الضغوط دي. مانشستر يونايتد عنده الفتره الجايه عموما جدول صعب جدا بعد التوقف الدوري، جدوله هيبقى صعب جدا في الماتشات تقيله جدا في بطوله الدوري، وبالتالي هو محتاج يدخل الفتره اللي جايه دي باعصاب هاديه وبشكل افضل. اعتقد ان مانشستر يونايتد ما بيقدمش فعلا الاداء المنتظر من فرقه فيها لعيبه كتير، فيها لعيبه كتير كويسه، فيها اسامي كويسه، فيها تنوع. فرقه من الفرق اللي عملت فتره انتقالات كويسه جدا وجابت لعيبه كبيره وجابت نجوم طبعا على راسهم كريستيانو رونالدو. اعتقد ان ايام عموما المدرب سولشاير هتبقى محدوده لو ما قدرش ان هو يحقق الفوز. تمام. على كل حال بشكر، انا عندي اسئله لسه كتير بس خلاص بقى الوقت واحنا بنتكلم ده. ودي شكرا ليك جدا استاذ احمد على هذه التغطيه.